ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. عايزين النهارده نتكلم في حاجه مهمه، ان احنا لازم نبطل رفض لولادنا. مشاكل كتير جدا بتحصل للطفل وبتحصل وبتفضل مستمريه معاه لحد ما يكبر بسبب الرفض. بلاش نرفض ولادنا. بمعنى ايه بلاش نرفض ولادنا؟ يعني انا في حاجة في ابني مش عجباني، عنده مشكلة معينة مش عارف احلها له، لو انا الشخص الكبير، انا المسؤول عن ابني مش هو المسؤول ان هو يحل مشاكله، تمام؟ علمه الاول يحل مشكلته ازاي وهو يحلها، لكن انا سايب ابني ورفضه دايما ودايما مش متقبلة اي حاجة بيعملها. فالطفل بالمنظر ده هيفضل طول الوقت كل ما يكبر كل ما مشكلته بتكبر معاه. يبقى يا ريت بلاش نرفض ولادنا، نحاول نتقبلهم. حاول ان انت تتقبل ابنك في كل حاجة. حاول ان انت المشكلة او الحاجة او اللي مضايقاك من ابنك ان انت تحاول تشتغل عليها وتحلها له، تمام؟ لكن انت رافض ابنك، طب عايز الناس اللي بره تقبله ازاي؟ طبيعي ان هو هيعمل مشاكل اكتر عشان يحاول يحس بالقبول من ناحية اي حد، تمام؟ يبقى بلاش نرفض ولادنا، نحاول نتقبل ولادنا. ابني عنده مشكلة بتضايقني منه وبتستفزني وبتخليني مخنوق منه ومتغاظ منه، احاول ان انا احلله المشكلة دي، مش احاول ازود اكتر بان انا كل شوية برفضه وببعده عني، تمام؟ يبقى بلاش نرفض ولادنا، نحاول نتقبلهم. ولو عنده مشكلة او حاجة بتضايقني كأب او كأم، احاول ان انا احلها احسن ما انا عمالة ارفض ولادي، تمام؟ نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.